فزي ما قلت لحضرتك في الاول ان نهايه نظام رجب طيب اردوغان اقتربت من النهايه، لانه ما يفعله شيء يعني كلنا شفنا المسرحيه الهزليه اللي عملها في مؤتمر ديفوس لما يعني افتعل المشاجره وقام وترك الاجتماع والناس كلها يا سلام ده راجل زعيم وبيدافع عن القضيه الفلسطينيه وبيزايد مزايده، هو يعني هو سياسي ثعلب يعني بيحسن في الوقت التدريبات مع اسرائيل شغاله والتبادل العسكري مستمر وازاي اصطياد العناصر الاستراتيجيه مستمره في الضفه، فكل دي امور انكشفت وبانت زي ما بنقول. فاعتقد ان النهايه المحتومه اقتربت وان الشعب التركي لن يصمد طويلا امام كل هذه التجاوزات. دكتور رفعت، يعني كيف ممكن انت ان تقرا يعني اطلاق قناة رابعة من تركيا بحضور مجموعة من الهاربين المصريين الذين تم احالتهم الى الجنايات عاصم عبد الماجد والقرضاوي وغيرهم، يعني هذا التوجه تجاه مصر الى اي مدى انت تقرأه؟ يعني انا اقرأه بانه يعني شكل من اشكال طبعا يعني الرد على ما جرى في مصر باستخدام الاعلام، ولكن الاستخدام الخايب للإعلام. يعني ألا تكفي الجزيرة؟ نشوف الجزيرة فقدت مصداقيتها وتحاول أن تبني هذه المصداقية بوسائل عديدة لكنها في تقديري فشلت. لذلك يتم اختراع البحث عن بديل آخر جزيريات أخرى ومن بينها ربع. لكن حتى اختيار الاسم ربع ده مش بيدل على ان ما فيش حياه تماما، يعني واضح توجه طبعا تدخل في شؤون داخليه. كيف نواجهها؟ فانا اللي هي تصور، وتصور ينطلق من قوله سيدنا عمر بن الخطاب اميت الباطل بالصمت عنها. فهذا الشكل من اشكال الباطل يعني ما ندهوش اكبر من حجمه. بالضبط، انا اعتقد ان هي ستفشل اولا على المستوى المهني وعلى المستوى المضمون الرساله وعلى مستوى حتى التوقيت في إصدارها. في تقديري أنها لن تخاطب إلا شرائح بعينها، وهي شرائح بعينها منعزلة أو بدأت تفقد الظهير الشعبي الواسع لها. تفقد لأن في مبررات موضوعية، مش بس لأن إعلامنا بيقاومهم أو بيشوههم أو بكذا، لا، أنا أعتقد أنهم هم الذين حفروا قبرهم بأنفسهم. صحيح. والحقائق على الأرض كل يوم من 30 يونيو حتى اليوم بتثبت أنه لم ينضم إلى هذه المظاهرات والفعاليات والمشاهدات وغيرها ما يمثل رقم صفر، في يعني 1% من المشاهدين أو من المشاركين أو النشطاء المصريين. ليه؟ لأنه فقد للمصداقية، ولأن الذي يقدمه في تقديري يعاند حقائق الأمن القومي المصري بشكلها الحقيقي، ويعاند آمال وطموحات هذا الشعب، ولأن الشعب شعر بقدر من الارتياح أن هذا الحكم الذي فشل فيه الإخوان أن يديروه وأن يديروا الثورة كان بمثابة كابوس. فلما ازاح هذا الكابوس ما عندوش استعداد لو جات له 20 رابعة و50 جزيرة أن يتقبل به، لأنه هو عاش الواقع، يعني هو عاش الواقع وقدرته على تقديم هذه البضاعة أيضا فقيرة. ما عاصم عبد الماجد يعني أنت مجرد ما هتشوف شكله مش بس برسالته اللي هيقدمها أنت هتخافي، مش هتفتح الفضائية أساسا، وبالتالي حتى لا يحسنوا تقديم البضاعة. وبالتالي أنا في تقديري يعني عدم الاهتمام كثيرا بما يقدمونه ولا طرحه وتقديم البديل، يعني لا ننشغل بالهدم بقدر ما ننشغل بخلق البدائل والأبنية الحقيقية، سواء على مستوى السياسة، سواء على مستوى الإعلام، سواء على مستوى الخيار الديمقراطي والمضي في خارطة المستقبل بشكل قوي، على مستوى تقديم أشياء للناس تشعرهم بأن ما جرى بالفعل لصالحهم. 30 يونيو حكومة لا تكون مرتعشة وتقدم برنامج حقيقي للنهضة، كل هذا الأمر في تقدير البناء وليس الالتفات الى ربعه او غيره. لماذا دكتور رفعت كنت ترى ان اردوغان يسير على خطى مبارك وذلك كان قبل حتى 30/6 من خلال مقالك في اخبار اليوم؟ انا اشكرك طبعا يعني الاشاره لهذا، هي المقاله جزء من دراسه نشرتها عشيه زياره اردوغان لمصر في نهايه 2012، وقلت فيها تركيا الوجه الاخر لتركيا التي يتغزل بها التيار الاسلامي.
هذا هو الوجه الآخر. أنت لاحظ كان في عدوى كده في أغلب العالم الإسلامي على 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 مسار العدالة والتنمية، حزب العدالة والتنمية. فبدأ في عدوى من أول المغرب، العدالة والتنمية، الحرية والعدالة، البناء والسلام، السلام حرف الواو التركي ده في أغلب أحزابنا كان في عدوى وتصور إنه بيقدم نموذج يعني. فقلت إن في نموذج آخر، إن لا في حقيقة أخرى لتركيا أنها ليست بهذا الشكل كما حكينا في بداية الحديث، إن بالعكس ده بلد فيها مشاكل اقتصادية، بها تبعية، غياب للاستقلال، غياب للحريات إلى آخره. هذه هي الوجه الآخر. ومن بينها الدراسة أو المقالة التي على خطى مبارك. كانت مناسبة المقالة مظاهرات تقسيم وطريقة الاستعلاء الأردوغاني على شعبه وشبه العزلة في أن يقرأ تطورات المشهد السياسي التركي وأنها تتحول إلى قنابل موقوتة في وجهه في المستقبل، وأن حلفاءه حتى ولو كان قد تم احتواء الموقف، وبالتالي هو نفس المسار اللي مضى عليه حسني مبارك في عهده ومحمد مرسي كذلك. فكرة أنه يعني عدم الالتفات بجدية إلى غضب الشعب، وأن هذه رسائل إليك انتبه. هذا الشعور بأنه لن يتحرك وأن ده ونحن فوق هذا الأمر وأن معي أغلب الشعب، فوجئ به أردوغان. فهو كان يسير على خطى الآخر في إنكار الثورة. نعم. والثورة فعل ممتد، وما جرى في تقسيم الحلقة الثانية منه هو ما جرى بالأمس، وسيجري في المصور زي ما أشار الأستاذ محمد أن فعلا هو قريب جدا من 30 يونيو بس بإخراج تركي وبأشكال يرضى عنها حلف الأطلسي أو على الأقل لن يمانعها حلف الأطلسي. نحن أمام تغيرات ستحدث في تركيا، وما سيجري في تركيا مرتبط بشكل أو بآخر بتماسك الدولة السورية وبانكسار المؤامرة على سوريا التي فعل فيها أردوغان عشرات يعني دفع مليارات ودرب بعض المرتزقة من تنظيم القاعدة في منطقة أدنى في تركيا، هم الذين يأكلون أكباد السوريين في فيما سمي بالثورة السورية. عندما تستقر سوريا وجنيف 2 وغيره، خدمات أردوغان ستذهب، عندئذ سيتم التخلص عنه، التخلص منه خلال 2014 في تقديري. استاذ محمد، سؤالي الاخير لسيادتك. الاستاذ هيكل قال بالامس ان اردوغان انفصل عن الواقع وبدا يسير في النهايه، في تقديرك الى اي مدى هذا الوصف صحيح فيما يتعلق بارضيه الواقع؟ بالتاكيد اردوغان بيشعر يعني استهان بالشعب التركي وفي حاله زهو وتعالي، وهو متخيل برضو نفس الشعور اللي كان بيتاب الرئيس المعزول في مصر، انه عنده قوة خارجية هتدعمه، وانه الامريكان مش هيسيبوه زي ما قال محمد مرسي، وانه عنده قوة خارجية هتسنده هتقف الى جانبه، وانه هو لديه من القوة ومن الاليات اللي يستطيع ان هو يستمر في حكمه وينفذ المخططات وينفذ ويعطي التيسير ويعني ويزيد في التيسيرات والتسهيلات اللي بيعطيها لحماته زي الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل والقوة الغربية. كل هذه الأمور يمكن بتديله قوة كاذبة، لأنه في النهاية الحكم للشعب. يعني احنا التجربة المصرية اعتقد ان تجربة انسانية وطنية رائعة، العالم كله وقف امامها يعني مشدوه، وهي محل دراسة وتحليل. واعتقد ان البعض لسه برضو ما استوعبش ابعاد هذه الثورة. الشعب عندما يتحرك ويصور ويبحث عن حقه، اعتقد لا قوة اجنبية هتقدر تمنعه من ذلك، ولا اي حزب ولا اي قوة سياسية تستطيع ان تفرض رأيها على جموع الشعب بالكامل. فانا بتصور زي ما بأكد للمرة الاخيرة ان ما يحدث في تركيا هو في طريقه إلى 30 يونيو جديد، ولكن بشكل تركي. أعتقد أيضا أن عن محاولة تصدير يعني العبث في الداخل المصري والتدخل طيب رجب طيب أردوغان في الشأن المصري بمحاولة ما حدث في مصر وانقلاب وقناة رابعة، أعتقد أن هناك أيضا قناة جديدة هتصدر من قطر، ده شيء مؤكد، قناة بتصدر من قطر وجريدة وصحيفة ورقية،
وللأسف الشديد رئيس تحريرها أحد الصحفيين المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وبيحاول تجنب. وده بيدل على مدى ثقة المصري يعني لما كل القنوات دي تصدر لهدم الدولة المصرية لا قدر الله. يعني هو الهدف منها أعلن من صحف أو قنوات فضائية جديدة. أعتقد كل هذا سيتحطم على وعي الشعب المصري بعد يعني أن أخذ حريته وفشل أعتقد نقلات الجزيرة بالرغم من المهنية العالية لكن عدم المصداقية أفقدها كل شيء. أعتقد أي لا ربعة ولا خمسة ولا فضائية قطر الجديدة اللي هتصدر لن تؤثر في الشعب المصري لأن الشعب المصري امتلك قراره. وأعتقد أن احنا بدأنا أولى خطوات الانطلاق بإذن الله. أنا بس عايز أقول موضوع الجزيرة ده في 30 ثانية. يعني لو نظرتي إلى نوعية ومستوى الضيوف حتى في الجزيرة الموجه الجزء منها إلى مصر ولبضاعتهم التي يقدمونها سوف تشعرون بأن الجزيرة حضرت حتى على مستوى تاريخها. صحيح. نوعية ومستواهم ما احترمنا للأشخاص لكن فقر شديد في الخطاب وفي الإقناع وفي الرسالة وهذه هي الجزيرة. فما بالك لو ربعة جت فبالتأكيد ستأخذ نسوخ وأشكال مشوهة ولن تكون في نفس درجة. وبالتالي أنا بتكلم لي أقوي أنا خطابي الإعلامي أقوي بنيتي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمشاركة وأشارك بقوة في الأمور. هذا هو الشكل الأمثل للرد عليهم سواء في الرابعة أو في الجزيرة. شرفتونا يا فندم. أشكر جدا الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية. شكرا جزيلا. شكرا. كذلك أشكرك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشماع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم. ومشاهدينا الكرام نشكر لكم أيضا حسن المتابعة وتصبحوا على خير.